السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لكم في ميعاده بالظبط. ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية شرق الأسكندرية. خبر بيقول قررت نيابة المنتزة بالأسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي وانفجار ماسورة غاز طبيعي بسبب تسريب الغاز دون إصابات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث. تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الأسكندرية اختار من ضباط الحماية المدنية بالأسكندرية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بالدور الرابع بشارع الشيماء متفرع من المعهد الديني بمنطقة العصفرة إبلي دائرة قسم شرطة المنتزة. على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وتم قطع الغاز وإبلاغ الشركة المختصة لاتخاذ اللازم. وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال ماسورة الغاز، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر الحمد لله، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة المختصة. إلى اللقاء في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر، فما تنسوش ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمر.